زاد الله يقينا من أحاديث البخاري تقيد الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث جديد من أحاديث الأربعين البخارية، ما أعظمها وما أجلها وما أكرمها وما أشرفها وما أنفعها من أحاديث. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديث طيب مبارك، هو بمنزلة التتمة إن صح التعبير للحديث السابق الذي تناولنا فيه شيئا من بر الوالدين وخاصة الوالدة. الحديث هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم، الخالة هي أخت الأم، هي بمنزلة الأم، في مرتبة الأم. الله أكبر، كيف ذلك؟ سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. من هو أولا البراء بن عازب؟ البراء بن عازب من الخزرج، من أهل المدينة، فهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هو تقريبا في عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولذلك فقد عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر فاستصغره رده، وعرض يوم أحد ثم عرض يوم الخندق فقبله صلى الله عليه وسلم، فكان يشهد المشاهد بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وكان من قادة الفتوح بامتياز، كان من قادة الفتوح بامتياز. البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم. هذا الحديث قلنا له منزلة عظيمة، من جهة أنه في إشارة إلى منزلة الأم، ومنزلة الأم راقية، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. الوالدة عندنا في الإسلام مكانة عالية جدا كما سبق معنا في الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. هناك من تدانيها في المرتبة وتقاربها وهي الخالة، وهي الخالة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، خاصة إذا غابت هذه الأم، خاصة إذا غابت هذه الأم، إذا توفيت وكذا، فالخالة قد تأخذ مكانها. تأخذ مكانها في ماذا؟ وهي بمنزلة الأم في ماذا؟ كثير من أهل العلم قال: في الحضانة، في تربية هذا الطفل المحضون الذي تركته أختها رحمها الله، فهي التي تحضنه. إذن قالوا في الحضانة. الحضانة قالوا في الحضانة لأنه عنده سبب، الحديث عنده سبب، سبب ورود كما يقولون في القرآن، عندنا سبب النزول وفي الحديث عندنا سبب الورود. سبب ورود هذا الحديث هذا قصة، يعني ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، كانت صغيرة وقد قبض حمزة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فابنته هذه رأت عليا رضي الله عنه فأرادت أن تذهب معه، قالت: يا عم يا عم، أرادت أن تذهب مع علي بن أبي طالب، فأراد أن يأخذها ودفعها إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال: هي ابنة عمك خذيها. فخاصمه فيها رجلان، زيد رضي الله عنه وأخوه جعفر، يعني أقصد أخا علي رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب خصموه، صار ثلاثة كل واحد يقول: ننديها. وهذه شوف إرادة الخير في ذلك المجتمع، الحرص على الخير في ذلك المجتمع، فاختصم هؤلاء الثلاثة، فاختصم وكل واحد يقول: أنا أحق بها وأنا ننديها إلى آخره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ففصل في النزاع، قال: الخالة بمنزلة الأم. لما؟ لأنه جعفر، زوجة جعفر هي خالة هذه البنت، زوجة جعفر رضي الله عنها وعن زوجها هي خالة هذه البنت، قال: الخالة بمنزلة الأم، فأخذتها زوجة جعفر وأخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن قالوا الخالة بمنزلة الأم، هذه قضية خاصة بالحضانة، قضية خاصة بالحضانة. وبعضهم قال: لا، بل الأمر عام في البر والصلة، في البر والصلة والإحسان والعشرة إلى آخره ما هنالك، وهذا حق إن شاء الله، الأمر واسع، هذا حق، لأن صح في الحضانة سمعنا الحديث ورأينا سبب الورود،
في 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 هذه القضية قضية الإحسان والعشرة والبر وكذا وغير ذلك، عندنا حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة، درت واحد الذنب كبير بزاف فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها، روح لها ودير فيها الخير وأحسن إليها، فبرها، الخالة بمنزلة الأم. يزيد ممكن يؤيد هذا ماذا؟ أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما رأت صويحباتها كل واحدة فيهم عندها كنية أم كذا أم كذا أم كذا، وقالت أنا ما عنديش كنية لأن ما كانش عندها ولد رضي الله عنها وأرضاه، ما عندهاش بنت رضي الله عنها وأرضاه، فبمن تكتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكتني بعبد الله. شكون عبد الله؟ عبد الله هو ابن أختها، هو ابن أختها، فالخالة بمنزلة الأم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الأم أولا والله الله في الخالة ثانيا، أحسنوا إليها وأحسن إليها، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أكتفي بهذا، شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب زادها الله يقينا من أحد.